السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية، إليكم أبرز عناوينها. استمرار المؤشرات المرتبطة بكوفيد-19 في الارتفاع على مستوى الحالات المسجلة والحالات الخطيرة، وضع يؤشر على أهمية التقيد بالتدابير الاحترازية واستكمال جرعات اللقاح. مع اقتراب عيد الأضحى، مختلف المعابر الحدودية تستقبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. العديد من التدابير تتخذ على مستوى المطارات والموانئ لاستقبال أفضل لمغاربة العالم. اختتام منافسات جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية، واللقب كان من نصيب سربت باشر ماهر من جهة الدار البيضاء سطات للمرة الثانية على التوالي. مراكش تعانق من جديد مهرجانها الوطني للفنون الشعبية، فرق فولكلورية وأهازيج شعبية تضرب موعدا لها بالمدينة الحمراء في سفر فني وتراثي يربط الماضي بالحاضر. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية التهنئة إلى فخامة السيد ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. إلى مطار جدة الدولي، حل الوفد الرسمي للحجاج المغاربة المتوجهين لأداء مناسك الحج برسم الموسم الحالي. نتابع تصريح رئيس الوفد. الحمد لله وصلنا صباح هذا اليوم إلى مدينة جدة، متجهين الآن إلى مكة. وفي الحقيقة جميع الإجراءات تمت بسهولة كما تمت بيسر لجميع الحجاج، والحمد لله وجدنا في استقبالنا السيد السفير وأعضاء سفارة المملكة المغربية هنا بالسعودية، وما أبشر به المغاربة أن جميع الحجاج هنا في وضع جيد جدا، وأنهم يلتحقون الآن بمقر سكنهم إلى أن يقوموا بهذا الركن لإقامة شعائر الحج والدعاء إلى المغاربة والدعاء إلى جلالة الملك بالصحة والعافية. الحالة الوبائية ببلادنا، تم اليوم تسجيل 1720 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل تعافي 3249 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية. من جهة ثانية، بلغ عدد من تلقوا جرعات اللقاح بشكل كامل 6,560,167 شخصا. ويوما بعد آخر، عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع، وترتفع معه الحالات الحرجة والوافدة على أقسام الإنعاش، وضع يسائلنا جميعا حول مدى التقيد بالتدابير الوقائية والتطعيم بالجرعات الثلاث. رضا عمو. ارتفاع في عدد الإصابات يظل العنوان الأبرز للحالة الوبائية ببلادنا هذا الأسبوع. عدد الحالات الناشطة عرف بدوره مستوى تصاعدي، حيث انتقل من 19,417 إلى 26,185 حالة ناشطة. عدد الحالات الخطرة أيضا انتقل من 115 نهاية الأسبوع الماضي إلى 185 حالة يوم أمس. المؤشرات الوبائية تشير إلى تسجيل يوم أمس 3,306 إصابة جديدة بكوفيد-19، فيما أكبر عدد من حيث الإصابات سجل الخميس الماضي، حيث بلغ العدد 4,009 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وخلال أسبوع واحد تم تسجيل 21,184 إصابة بفيروس التاجي. مؤشرات وبائية مقلقة تذكرنا بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية ومواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح بكل مراحلها، عوامل أساسية للحفاظ على مكاسب تحققت منذ بداية الجائحة، استقرار الحالة الوبائية ببلادنا. وللمزيد من المعطيات حول المؤشرات الوبائية وسير عملية التلقيح، معنا مباشرة من الدار البيضاء بروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة الوطنية العلمية. بروفيسور مساء الخير، كيفاش كتقراو المؤشرات الوبائية خلال هذا الأسبوع اللي غادي نودعوه اليوم؟ واش يمكن نقولوا بروفيسور بالارتفاع معدلات إيجابية التحاليل كتأكد أن الوضع الوبائي غير مريح؟
شكرا على الاستضافة ومساء الخير وتحية لكل المواطنات والمواطنين. بالنسبة للحالة الوبائية اللي كنعيشوا الآن، نحن نعيش في موجة رابعة، وذلك لوجود منحنى ارتفاعي كما جاء في التقرير أن هناك منحنى ارتفاعي يسير بسرعة، المؤشر التوالد يقترب من 1.3 يرتفع، مؤشر إيجابي التحاليل اليومية يتراوح بين 20 و 25%. ننتظر أن تكون الذروة في هذه الأيام أو الأسبوع المقبل، إلا أن هنا ما هو ملاحظ كذلك أن الحالات الحرجة ترتفع شيئا ما، وكذلك الإيتامات ترتفع شيئا ما، ولكن نسبيا تبقى ضعيفة بما شاهدناه في الموجة الأولى والثانية والثالثة. نعم، إذن بروفيسور، في ظل كل هذه المؤشرات، الحالات الخطيرة والحرجة الجديدة الوافدة على أقسام العناية المركزة والإنعاش، كنلاحظوا أنها ارتفعت بواحد الشكل ملموس. إذن بروفيسور، شنو القراءة ديالكم للوضعية الوبائية مع اقتراب عيد الأضحى وكذلك العطلة الصيفية؟ هو في هذه المرحلة هو غادي نشاهدوا ارتفاع شيئا ما ديال الحالات الحرجة، وهناك خطر ارتفاع عدد الموتى، لأن هناك فارق زمني بين بداية الموجة وكذلك بين ارتفاع الحالات الحرجة، هناك تراكم المعطيات وكيكون واحد التراكم ديال عدد الإصابات الحرجة اللي غادي يخلينا أن نشوفها غترتفع شيئا ما، وغترتفع خطأ والإصابة والإماتات هي. الآن نحن مقبلين كذلك على العطلة الصيفية، مقبل كذلك على الشريعة وهي عيد الأضحى المبارك، ونتمنى ويدوز في أحسن الأحوال، إلا أن هناك خطر الانتكاسة. ماذا يجب علينا أن نفعله؟ هو ما يجب علينا هو الالتزام بالوسائل الاحترازية، وضع الكمامة بشكل سليم، غسل اليدين، كذلك بالنسبة للمصابين يديروا التشخيص المبكر والعلاج المبكر ويحميوا العائلة ديالهم، وكذلك بالذهاب إلى التلقيح بالنسبة للناس اللي مازال ما عندهمش الحقنة الثالثة، يمشيوا يديروا التلقيح، لأن المعطيات والتحليل ديال المعطيات الوطنية ماذا أظهر لنا منذ بداية الجائحة؟ أن أكثر من 85% 83-85% من الناس الذين أصيبوا وكانوا في مصالح الإنعاش وكان المآل ديالهم الموت رحمهم الله، كانوا غير ملقحين إما بالبتة أو ليسوا ملقحين بالشكل الكامل. نعم، إذن قبل أن نواصل معك بروفيسور، وعلى المستوى العالمي يواصل فيروس كورونا بمتغيراته الانتشار الواسع، وتسعى غالبية الدول لاعتماد جرعة معززة لتفادي المضاعفات الخطيرة للفيروس والذي سجل ارتفاعا ملحوظا في بلدان عديدة. زكية بلقاس. عدد الإصابات بكوفيد 19 في رومانيا في تصاعد متواصل. الإصابات ارتفعت منذ أسبوعين خاصة في صفوف الأطفال. مستشفى بوخارست استقبل أزيد من 70 طفلا يعانون من مضاعفات الفيروس. كنا نتوقع هذا خاصة مع المتغيرات الجديدة للفيروس. الحالات عادة تكون خفيفة وليس هناك حالات صعبة، ومع ذلك فخطر الإصابة ما زال قائما. نحن بحاجة إلى توخي الحذر. وللحد من الانتشار الواسع لمتغيرات فيروس كورونا، حث الرئيس جو بايدن الأمريكيين على تلقيح أطفالهم للسيطرة على الوباء والوقاية منه، بعد أن تم ترخيص للقاحات فايزر وموديرنا للأطفال الرضع. وبفرنسا تجددت الدعوة لتكثيف عملية التلقيح مع تجاوز الإصابات عتبة 120 ألف إصابة خلال اليومين الماضيين.
يتعلق الأمر بمتحورات فيروس كورونا، هي سريعة العدوى وأعراضها أقل خطورة من المتحورات السابقة، لكنها تستوجب الانتباه، وهذا ما أسعى إليه اليوم، إعادة أحياء حملة التلقيح وتحسبا لموجة جديدة لفيروس كورونا. حذرت السلطات الصحية الألمانية من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وبالخصوص ارتداء القناع الواقي في وسائل النقل العمومي. إذن بالعودة إليك بروفيسور سعيد المتوكل، كيفاش كتقراو تطور المؤشرات الوبائية على الصعيد العالمي في ظل عودة المخاوف من انتشار جديد الفيروس، خصوصا في البلدان اللي مازال متأخرة في مجال التمنيع ضد الوباء؟ هو بالنسبة للحالة الوبائية على الصعيد العالمي، ما نعرفه وأن هناك انتشار سريع لمتحورات من نفس السلالة ديال الأوميكرون، وهما المتحور البي أ 4 والبي أ 5، كما في المغرب الآن البي أ 5 أنه أصبح يقترب من الهيمنة لما كنعملوا بتسلسل الجيني، وهو اللي كيورينا أن كاينة هذه الموجة، هي موجة متعلقة بهذه المتحورات من نفس السلالة ديال الأوميكرون. هو ما شاهدته كذلك البرتغال وفرنسا قبلنا بأسابيع، واللي كيبين كما جاء في التقرير أن الحالات هناك ارتفاع كبير، لأن هناك سرعة الانتشار المتحورات، وإن كانت الإصابات الحرجة وخطر الموت يبقى ضعيفا نسبة لما عرفناه من قبل، إلا أن هناك فئات هشة قد تصاب في مقتل، قد تعرفوا الاستشفاء في العناية والمركزة وهناك خطر للموت يداهمهم. ما هي هذه الفئات الهشة؟ هي الفئات ذات السن المرتفع، 60 سنة و 65 سنة ما فوق، الناس اللي عندهم مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، والأمراض اللي كتأدي لواحد الهشاشة مناعية كما نعرف، هي الهشاشة المناعية اللي متعلقة بأمراض الناس اللي عندهم مرضى أمراض السرطان، أو نقص في الوظيفة التنفسية ووظيفة القلب، نعم، وكذلك القصور الكلوي المزمن وأمراض أخرى. لذا هاد الناس كيبقوا أكثر عرضة لهذا المضر، لهذا المرض، وخصنا نبقاو نحميهم. وهناك نقاش الآن أصبح يعمل به الكثير من الخبراء ويوصوا به، وهو في ظل ارتفاع هذه الحالات وهذه التموجات ندوزوا للحقنة الرابعة أو ما يسمى بحقنة التذكير، نعم، إذا جاز التعبير، لأن المناعة المكتسبة من طرف المرض أو من طرف التلقيح هي مناعة المدى ديالها ما كيدومش مع كامل الأسف لحد الآن مع تطور اللقاحات، ما كيفوقش 6 أشهر. لذا رأينا في بيان وزارة الصحة أن هناك دعوة لهذه الفئات الأكثر هشاشة أن تتجه للحقنة الرابعة، لحقنة التذكير، ولكن يجب كذلك أن نؤكد على أخذ بالناس اللي مازال ما خدوش الحقنة الثالثة المعززة ياخذوها، والناس اللي من هذه الفئات التي ذكرت 60 سنة وما فوق، مرضى السكري، ارتفاع مرض ضغط الدم، وكذلك الناس اللي عندهم هشاشة مناعية، كيفما كان سيدهم يتجهوا باش ياخذوا الحقنة الرابعة. نعم، إذن البروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة الوطنية العلمية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. في موضوع آخر، الصحف الإسبانية تميط اللثام عن حقيقة محاولة اقتحام جماعي لمهاجرين سريين للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور من خلال تحقيقات أكدت ضلوع مافيا الاتجار بالبشر في هذه العملية التي استغلت ضعف أشخاص ذنبهم الوحيد هو بحثهم عن مستقبل أفضل. محمد رضا العبيدي.
أعدوا العدة، صنعوا أسلحة وخطافات ورماحا وتسلحوا بقنينات الغاز الكيميائي ولبسوا أحذية رياضية تساعدهم على التسلق السلس للسياج كونها تضم مسامير في الأسفل. كل شيء كان مرتبا بعناية إلى أن حانت ساعة الصفر. مهاجرون غير قانونيون تعددت جنسياتهم تدفقوا كما السيل في محاولة لاقتحام السياج الحديدي وتسلق الأسوار، هجموا على القوات العمومية وكبدوها الخسائر. 140 من أفرادها أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة و23 من المهاجمين لقوا مصرعهم. حادث مأساوي طرحت معه أسئلة عديدة: من أين جاء هؤلاء؟ من يقف وراءهم؟ ومن رتب للعملية؟ الخيوط بدأت تتكشف سريعا مع أولى التحقيقات، وما ورد على لسان المهاجرين غير القانونيين لم يدع مجالا للشك. جئنا لنقاتل، سندخل بأي ثمن. أما العنوان الأبرز فدفعنا ما يصل إلى 2000 يورو لنعبر من الجزائر إلى المغرب، عنوان للصحيفة الإسبانية أبيسي التي كشفت عن خط سير رحلة قادت وتقود مئات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول أخرى ليعبروا في أمن وأمان نحو المملكة المغربية. رحلة اختارت فيها مافيا التجار في البشر تغيير مسلك هؤلاء الضحايا من ليبيا إلى الساحل الإيطالي بمسلك آخر، الجزائر نحو المغرب ومن ثم إسبانيا. رحلة توقف مسارها، لكن تساؤلات حول أساليب وطرق الاقتحام ظلت عالقة. القناة الإسبانية الرابعة أجابت عن جانب منها، عرضت فيه أنواعا من الأسلحة البيضاء التقليدية الصنع التي استعملها المهاجرون في هجومهم على القوات العمومية. خبير الأسلحة خوسي خيمينيس أوضح خطورة الأمر: هناك أسلحة متنوعة قمنا بجمعها بحذر شديد في أكياس خاصة نظرا لخطورتها، كهذا الرمح مثلا، وضعنا له في مقدمته كيسا بلاستيكيا لأنه حاد، استخدمه المهاجرون لمهاجمة حرس الحدود. أسلحة خطيرة لم تكن الغاية منها تجاوز السياج وحسب، لكن استهداف عناصر الأمن مباشرة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد المصابين في صفوف القوات العمومية أثناء العملية. شفرات حادة، خطافات، عصي، تعددت الأسلحة وتعددت حكايات هؤلاء المهاجرين والظروف التي قادتهم إلى هنا، لكن مأساتهم وخط سيرهم واحد. في جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، تطورات دبلوماسية يتصدرها دعم عسكري أسترالي إضافي لكييف بقيمة 100 مليون دولار وأخرى ميدانية، أهم انسحاب الجنود الأوكرانيين من مدينة ليسي تشانسيك الاستراتيجية وبسط السيطرة الروسية عليها. مريم العوفير. بعد أخذ ورد بين موسكو وكييف بشأن مدينة ليسي تشانك الاستراتيجية، أعلن الجيش الأوكراني اليوم انسحاب جنوده من هذه المدينة الرئيسية الواقعة شرق البلاد حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين. فيما قالت روسيا إنها حققت انتصارا كبيرا من خلال السيطرة على كل منطقة لوغانسك. الانسحاب الأوكراني من المدينة جاء بعد أسابيع من القتال العنيف، حيث كانت ليسي تشانسك آخر مدينة كبيرة تخضع لسيطرة الأوكرانيين في لوغانسك، ولعل السيطرة عليها تعتبر مؤشرا على تقدم روسي كبير في دونباس بحسب مراقبين. جاء ذلك بعدما كان الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد أكد في وقت سابق اليوم أنه من المستحيل القول إن هذه المدينة الاستراتيجية باتت تحت السيطرة الروسية، مؤكدا استمرار القتال في ضواحيها. تزامن ذلك وتعهدات من أستراليا بزيادة الدعم العسكري المقدم إلى كييف. 100 مليون دولار إضافية ترفع قيمة المساعدات الأسترالية الإجمالية إلى 390 مليون دولار. على الجهة المقابلة، أعلنت موسكو أن دفاعاتها المضادة للطائرات أسقطت 3 صواريخ عنقودية أطلقها أوكرانيون على مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية. وخارج روسيا، القتال متواصل أيضا على جبهات عدة أهمها سلوفيانسك الواقعة شرق أوكرانيا، حيث أدى قصف برجمات الصواريخ إلى مقتل 6 أشخاص. أما جنوبا فقد استهدف القصف لليوم الثاني على التوالي مدينة كراماتوريسك.
بالعودة للخبر الوطني، ومع اقتراب عيد الأضحى إقبال ملحوظ تشهده الضيعات المخصصة لبيع الأضاحي، مرحلة يواكبها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من خلال زياراته الميدانية للوقوف عند صحة الماشية الموجهة للنحر. من منطقة سهول، روبورتاج وصال إمغري وعدنا الهرس. مع اقتراب عيد الأضحى يكثر الإقبال على المزارع لشراء أضحية العيد. هذه السنة وحسب الوزارة الوصية فالعرض يفوق الطلب، كما أن رؤوس الأغنام متوفرة بجميع أصنافها. أثمنة مناسبة زايدة شي حاجة بسيطة، هادشي اللي كاين هاد العام. مسلسة ناخذ 4500 5500، هاد العام خديت 6000 درهم. حاجه مزيانه الحمد لله. عندك لو شو، عندك الاختيار. كيبدا الحاولي من هنا عندهم ب 1600 حتى على حسب مستطاعات الانسان. المصالح التابعه للمكتب الوطني للسلامات الصحيه للمنتجات الغذائيه تقوم بزيارات ميدانيه وبشكل دوري للتاكد من صحه القطيع من خلال اخذ عينات للعلف والقيام بتحليل مياه شرب الاغنام، اجراءات وقائيه للوقوف على الحاله الصحيه للمواشي الموجهه للذبح وحفاظا على صحه المستهلك. قامت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية جهة رباط سلا قنيطرة بما يناهز 500 زيارة ميدانية للضيعات، وأخذ حوالي 207 من العينات ديال اللحوم وديال الأعلاف ومياه الشرب، وتوجيه لقضاء إجراء التحاليل والتأكد من سلامتها. بالنسبة للمصالح ديال لونصا كيجيو كيرقموا لنا البهايم ديالنا، كيجيو كيراقبوا الاعلاف، كياخذوا عينه من الاعلاف، كياخذوا عينه من الماء. مع اقتراب عيد الاضحى كيكتفوا ذاك الدوريات ديال المراقبه. بالنسبه للقطيع راه في صحه جيده الحمد لله، اللهم لك الحمد. بالنسبه للعرض راه كلشي متوفر الحمد لله، متوفر السرد بجميع الاحجام ديالو، البرقي بجميع الاحجام ديالو، كاين الخروفه، كاين الجدي. كما تشدد المصالح المختصه على ضروره التاكد من حمل الاغنام لشارات الترقيم. هذه العملية تمكن المواطن من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة. وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع يحضر معنا في بلاطو الأخبار الرئيسية سيد عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. أستاذ مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذا أستاذ، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كيفاش هي الحالة الصحية ديال القطيع بشكل عام؟ هي الحالة الصحية للقطيع جيدة، لأن كاين واحد التتبع ديال المسار ديالها على طول السنة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية بمساعدة الأطباء البياصرة الخواص، وكذلك بالتعاون مع السلطات المحلية. نعم، إذا أستاذ، بالنسبة للتدابير المتخذة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شنو هي من أجل يعني مراقبة الجودة ديال الأضاحي المعدة للنحر؟ هنا كنتكلموا على العملية ديال الترقيم. هنا العملية الترقيم مهم، أن العملية الترقيمية كتقوم بها وزارة الفلاحة، وكيسهر عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكينفذوها جوج فيدراليات، الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء لافيفيار، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. وهذه العملية الترقيم حاليا كنرقموا بواحد الحلقه ديال الترقيم كما جرت العاده، واحد القرص اصفار اللي كيحمل واحد النجمه، واحد الراس كف، واحد فيه علامه عيد الاضحى، وكذلك واحد رقم تسلسلي اللي كيجعل لنا اننا نربطوا الضيعه بالكساب، وكذلك كنجعلوا المستهلك انه كيشري واحد الكبش عنده واحد الحلقه ومعروف، وكذلك كيسهل التواصل مع المصالح المكتب عند الضروره. هذه العملية الترقيم حنا رقمنا حاليا ما يفوق 242، حنا سجلنا ما يفوق 242 ألف ضيعة، ورقمنا ما يفوق من 7,200,000 ألف رأس، واللي هي غتكون جاهزة. وحنا العملية ديال الترقيم مازال مستمرة إلى يوم الغد. كنطلبوا من الناس اللي باقيين ما رقموش أنهم يتواصلوا مع المصالح ويرقموا الكتيبة ديالهم. نعم، إذا أستاذ إذا سمحتي، واش ممكن تعطينا واحد مجموعة يعني النصائح بالنسبة للمواطنين أثناء يعني العملية ديال اقتناء أضحية العيد؟ ضروري اننا اول حاجه نفكروا فيها ملي نمشيو نشريو الاضحيه العيد، خاصنا نشريوها من واحد المكان ثابت كنعرفوه، اولا من ذاك الفضاءات الاسواق اللي جهدتها وزاره الفلاحه ووزاره الداخليه، مشكورين في هذه الفتره العيد يكون واحد 30 سوق. نعم. اولا واحد الكساب اللي معروف، اولا واحد الفرمه معروفه، اولا واحد نقطه البيع معروفه. ثانيا خصنا نبدا اننا نشري واحد الكبش عنده واحد الحلقه العيد، ذاك الحلقه الصفراء اللي وصفتها لكم، وكذلك اننا خصنا نبدا اننا نادي واحد الثمن، خصنا
نعرفوا بان الحلقة العيد ما كتعنيش الجوده يوم العيد. الحلقة العيد كتعني لنا اننا الكبش معروف منين جا واننا نتواصلوا مع المصالح. اذا خصني نشوف واحد الكبش نمشي للسوق نشوف واحد الكبش عنده واحد الحركيه، كنقولوا حنا بصفه عامه خصو يكون نشيط، ما يكونش عنده صفيرار في الاعين ديالو او الاحمرار يكون عينه صافيه، يكون جزدر الودنين ديالو ماشي سخان ما كيعطيوش علامات التهاب، ما يكونش عنده علامات انتفاخ في جهه الراس او في الارجل الاماميتين او الارجل الخلفيتين او في جهه الكرش، ما يكونش المخرج ديالو عنده سيلان. وكنقولوا بصفه عامه كيكون واحد الكبش عنده نشيط وكيتحرك ولا ما خصش نشريوه هو مشدينه في راسه والكبش ما كيتحركش. اذا انا كنادي واحد الثمن خاصني لا بدا نحسن الاختيار ديالي ونمشي للمكان اللي هو مامن، ولا بدا انني نطلب ونشرط ان يكون الكبش عنده الحلقه العيد. اكيد سي عبد الغني عزي مدير مراقبه المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكرا لحضورك معنا وشكرا على كل هذه التوضيحات. سيفتنا كنشكركم سيدي على الاستضافة. أهلا. ومع اقتراب عيد الأضحى ترتفع وتيرة عودة أفراد الجالية المغربية، ويرتفع مع عدد الرحلات الجوية القادمة من مختلف المطارات الأوروبية، ولمواكبة هذا الزخم إجراءات وتدابير عديدة اتخذت بمطار وجدة أنقاد لتيسير العملية. الروبورتاج لمحمد بلاوي ورشيد العتابي. هذه هي الطائرة التي حطت بمطار وجدة أنقاد والقادمة من مطار بروكسل ببلجيكا، على متنها أفراد من مغاربة العالم. فرحة العودة إلى أرض الوطن ولقاء الأحباب بدت ظاهرة على محيا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فواياج فوت مخير الحمد لله. مع هذه شحال ما جينا دروك هذه 3 سنين، هذه أول مرة جينا الحمد لله فات كل شيء بخير وعلى خير. الوليدات كانوا حتى هما ناشطين الحمد لله، فرحنا ونزلنا ونشوفوا الأحباب. إحساس زوين أنك تعيد مع العائلة ديالك مع الأحباب، ماشي بحال الغربة، اختلاف فهمتي، اختلاف بزاف من جميع النواحي. العيد في المغرب عنده واحد الطعم واحد النكهة خاصة. إلا ما عيدتش مع الأحباب والوالدين هي ما كان والو. فين تعيد؟ تعيد في اوروبا، اوروبا ماشي ديال العيد. لا بغيت تعيش الحياه هو المغرب. فرحانين بلادنا ونبغيو بلادنا ونبغيو حبابنا ونبغيو هذه مده ما جينا لها. العيد الكبير تاع البلاد ماشي هو العيد الكبير تاع الخارج ليها. هنايا تحس بالعيد واخا كنعيدوا تما، هنايا شي واحد اخر. كلشي معيد، كلشي فرحان، كلشي ماشي كيما تمايا. مؤسسة محمد الخامس للتضامن وإدارة مطار وجدة أنقاد قامتا بتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية لضمان استقبال جيد لمغاربة العالم. استقبال وعناية وتوجيه سمات يتقاسمها مختلف الشركاء في عملية مرحبا 2022. تم تعزيز وتحسيس الفرق المكلفة بالاستقبال بالإرشاد وبتوجيه المسافرين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، تحسين مدة تسليم الأمتعة، بالإضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بتطوير وتبسيط علامة التشوير. مطار وجدة أنقاد قد استقبل منذ بداية عملية مرحبا وإلى يومنا هذا أكثر من 41 ألف مسافر، أي الحمد لله بنسبة استرجاع تقدر ب 135%. بهذه الطريقة بهذا الاحتفال هنا بمطار وجدة أنقاد يتم استقبال مغاربة العالم. أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرحون بلقاء العائلة والأصدقاء وأيضا العودة لأرض الوطن وقضاء فترة عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية رفقة العائلة والأحباب. من مطار وجدة أنقاد لكم تحيات محمد بلاوي ورشيد العتابي للأولى. ونتوقف اللحظة عند جديد الملاعب الوطنية والدولية مع محمد أمين النوري. أمين مساء الخير. مساء الخير قيس. أظن أن البداية ستكون بجائزة الحسنة الثاني لتبوريضة. بالفعل قيس، البداية من هناك من نادي الملكي دار السلام بالرباط، حيث اختتمت هذا اليوم منافسات النسخة 21 لجائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريضة التي أقيمت على مدى أسبوع بالنادي الملكي للفروسية دار السلام بالرباط، حيث آل اللقب صالح سربت بشير ماهر للمرة الثانية على التوالي. قائمة بالعوشي والتفاصيل.
بطل الدورة 21 لجائزة الحسنة الثانية التي تبرد وهي برسم البطولة الوطنية على مستوى فئة الشبان. أسامة العوسي من اليوسفية الذي تمكن من احتلال المركز الأول بمجموع 196.40. المرتبة الثانية عادت لسربة محمد غرابو عن مدينة بني ملال، والذي قدم أداء جيدا خاصة في الإقصائيات. المركز الثاني ب 189 نقطة. أما المركز الثالث فقد عاد لسربة المقدم بدر زريزع عن المحمدية، والذي حصد مجموع 178.72 نقطة. بالنسبة للدور النهائي لهذه البطولة الوطنية فقد دار في يومين. التنقيط في اليوم الأخير كان مضاعفا. وبالنظر نتائج يوم أمس فقد تمكنت سربة المقدم ماهير بشير عن مدينة سطات من الظفر بلقب البطولة الوطنية ليحافظ على هذا اللقب. مفاجأة اليوم الأخير، سربة المقدم محمد صليح عن سيدي بنور قدم أداء جيدا وتمكن من الظفر بالمركز الثاني. سربة المقدم عزيز فتحي الملقب بيجغو عن مدينة بني ملال والفائز بلقب البطولة الوطنية 2017 احتلت المرتبة الثالثة. على مدى أسبوع استمتع الجمهور الحاضر بعروض رائعة في فن تبوريدا، والموعد القادم معرض الفرس بالجديدة. وتواصلت هذا اليوم منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم سيدات المقامة حاليا بالمغرب بإجراء 3 مباريات عن المجموعة الأولى والثانية، حيث فاز منتخب السنغال على أوغندا بحصة 2-2، وبالتالي اعتلى هذا المنتخب ريادة المجموعة الثانية إلى جانب المغرب. كما يجري في هذه الأثناء سيدات تونس يواجهنا منتخب الطوغو على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. دائما مع كرة القدم، حيث أشاد الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الأحد في الرباط بالتنظيم المحكم لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات والتي انطلقت ليلة أمس، معتبرا أن المغرب قاطرة لكرة القدم الإفريقية على مختلف الأصعدة، واعتبر أن الدولة الإفريقية أو أن المغرب أو الدول الإفريقية عليها أن تحاكي المغرب على مستوى العمل الكبير الذي يقوم به لتطوير كرة القدم الإفريقية. كما أوضح في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكاف بالرباط أن نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة تقرر تأجيلها إلى غاية شهري يناير وفبراير من عام 2024. وضمن منافسات آخر جولات الدورية الاحترافي لكرة القدم، غادر نادي سريع واتزم قسم الأضواء ليلتحق بنادي يوسفية برشيد بعد أن تمكنت مولودية وجدة من تحقيق البقاء ضمن أندية الصفوة. التفاصيل مع محمد بن تركة. آخر دورة من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، وتنافس شرس بين مولودية وجدة وسريع واتزم بغية البقاء. مولودية وجدة حل ضيفا على فريق شباب المحمدية. الفريق الضيف افتتح باب التهديف عند الدقيقة 15 عبر اللاعب ياسين البحيري. هي 10 دقائق فقط بعد ذلك اللاعب الإيفواري في صفوف نادي مولودية وجدة لامين دياكيتي سيضيف الهدف الثاني لكوكب الشرق، ومعه انتهى المشهد الأول. فريق مولودية وجدة حسم وبشكل رسمي جدال البقاء في قسم الكبار بعد تدوينه للهدف الثالث عبر اللاعب ياسين البحيري عند الدقيقة 80. وبملعب الفوسفات بمدينة خريبكا أضحت مباراة سريع واتزم بضيفه الدفاع الحسني الجديد شكلية المباراة، انتهت لصالح الجديديين بهدف حمل بصمة اللاعب الكيني مسعود جوما من
علامة الجزاء. سريعوا واتزم يغادر القسم الممتاز رفقة فريق يوسفية برشيد. وبعيدا عن كرة القدم، يواصل الأبطال المغاربة حصد الميداليات ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. حصلت هذا اليوم إلى حدود الساعة أيوب الباسل عن وزن أزيد من 80 كيلوغرام في رياضة التايكواندو يتوج بفضية هذه المسابقة بعد أن كانت الذهبية من نصيب الكرواتي إيفان سابينا، فيما حاز المغربي سفيان بقنطار ذهبية مسافة 5000 متر، بالإضافة إلى مواطني محمد فارس الذي حل ثانيا في السباق وأهدى المغرب ميدالية فضية. وبحضور ألمع نجوم ألعاب القوى المغربية، نظمت جمعية البسمة سباق نسوي على الطريق بالهرهورة تحت شعار الجري من أجل صحتنا. قائمة بلوجي. شاطئ هرهورة جمع هذا اليوم بين متعة الاستياف والجري على الطريق من خلال مبادرة البطل العالمية سابقا ابتسام الخواد التي كانت اختصاصية بسباق 1500 متر. أشرفت على تنظيم سباق بحضور عدد من نجوم ألعاب القوى المغربية. فرحان بأنني متواجد مع الأخت ابتسام، كنحيي هذا المنبر هذا لأن بعد ما سالت الكارير ديالها أنها فكرت تبدأ هذا العمل هذا، فكنقول لها شكرا، وحنا معها ان شاء الله دائما باش دائما تكون متالقه في جميع التدورات اللي غتنظم ان شاء الله. ما بعد الاعتزال هنا تيبان شنو هو حب الرياضه وكذلك الاهتمام بالرياضه، فهذا دليل على ان الرياضيين تيبقى الالمام ديالهم بالرياضه وكذلك لانها عائله كبيره. شكرا ابتسام. مسافة السباق بلغت 5 كيلومترات، نظم من خلال انخراط فعاليات عمالة صخرات التمارة من أجل تنشيط الحركة الرياضية والسياحية بهرهورة. التظاهرة تميزت بمشاركة عدائات من السلك الدبلوماسي. الهدف ديالنا من هذا السباق هو تحفيز المرأة على ممارسة الرياضة. نهار كان أجي نجريو من أجل صحتنا، المرة الجاية أجي نجريو من أجل الفوز، وعلاش لا المرة الجاية واللي هو الهدف الأكبر أجي نجريو من أجل تمثيل هذا البلد في المحافل الدولية وفي الألعاب الأولمبية وفي بطولات العالم. هي النسخة الأولى لهذا السباق النسوي على الطريق الذي جمع بين عداءات هاويات ومحترفات إلى جانب مشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة. وكان الختام بتوزيع الجوائز على المختلف الفائزين في الفئات المدرجة في هذه التظاهرة الرياضية. نبقى دائما مع أجواء السباقات والتحديات، حيث احتضنت قرية عين اللوح بإقليم إفران النسخة الثانية من ترايل حب الملوك تحت شعار الرياضة من أجل التنمية. المناطق الجبلية سباق شهد مشاركة أزيد من 500 عداء وعداء يمثلون مختلف المدن المغربية. ياسر العمراني وأحمد الفاضل. سباق ترايل حب الملوك بعين اللوح تظاهرة رياضية بأهداف تنموية. المنطقة التي تزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية هامة استقبلت 500 عداء وعداء نهاية هذا الأسبوع للتنافس على المراكز الأولى ضمن السباقات المبرمجة. السباق كان في المستوى، كان باركور مزيان، كانت طبيعة خلابة، رغم قسوة المناخ شوية كانت الحرارة، أنني تمكنت في الأمطار الأخيرة أنني نفوز في السباق. أول مرة غنشارك في هذا التراي ديال عين اللوح، وخا رغم كانت المنافسة قوية قدرت نفوز في المرتبة الأولى. وقينا شوية المطاف، هو صراحة صعيب، وإنما هذا هو الطراي، السباقات ديال اللي طراي هكذا يكون ضروري كيكون فيهم صعوبات. تظاهرة رياضية من هذا النوع لا تسمح فقط بالتنافس الرياضي، بل تشكل أيضا مناسبة للترويج للمنطقة خاصة على المستوى السياحي. تنظيم هذا الترايل كان بأهداف متعددة والمشاركة هم جميع الأعمار. 30 عام ديال الترايل، تشوف جمال الترايل ديال المغرب، أطلس الصحراء وجري جدر الترايل ديال عين اللوح، حيث ممتاز في الطبيعة، في الحيوانات، في المنافسة، في الشلالات، الباركو كان مزيان. الملتقى قد عرف نجاحا باهرا، وذلك لأن المشاركين كان تقريبا يتجاوز العدد 500 من المشاركين والمشاركات من مختلف الجمعيات الرياضية على الصعيد الوطني. وهذا الملتقى فإن من الملتقى منه هو التعريف بكل الإمكانيات السياحية والفلاحية التي تزخر بها قرية عين اللوح.
عين اللوح رحبت بجميع عشاق سباقات ترايل والطبيعة من خلال تنظيم هذه النسخة الثانية من ترايل حبل الملوك لتضرب لهم موعدا آخر في النسخة القادمة. إذن وبهذا الترايل من منطقة عين اللوح أنهي هذه الفقرة. عودة إليك قيس. شكرا لك أمين. تحت شعار مسار والتنمية عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم بالرشيدية مؤتمره الجهوي لجهة درعا تافيلالت بحضور أعضاء من المكتب السياسي وعدد من أطري وبرلمانيي الحزب. وفال يعقوبي وحسن مسكور. مسار التنمية هو شعار المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعا تافيلالت. مداخلات أعضاء المكتب السياسي وبرلماني ومنسقي الحزب بأقاليم الجهة أبرزت أهم محطات الحزب والجهود التي يبذلها في مختلف الميادين من أجل تحقيق الأهداف التنموية، كما أشاروا إلى أهمية البرامج التي تتبناها الحكومة الحالية في ظل الإكراهات الاقتصادية العالمية، مشددين على أن الحزب مستمر في تنزيل وعوده والوفاء بالتزاماته على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية. هذا المؤتمر مكون من مؤتمرين اللي هما انتخبهم من المؤتمرات الإقليمية، وكذلك الناس اللي هما مؤتمرين بالصفة، فتقريبا المؤتمرين كتفوق واحد 220 واحد، وهناك ضيوف اللي وافقت عليهم اللجنة التحضيرية، لأن اشتغلت اللجنة التحضيرية لما يفوق تقريبا على شهرين وحضرت عدد من الأوراق وفي نفس الوقت ناقشت الضيوف والعدد نتاعهم. وهذا المحطة محطة جد مهمة رجعة للديناميكية اللي كعرفها حزب التجمع الوطني الأحرار برئاسة السيد الرئيس السيد عزيز أخنوش، اللي ولله الحمد منذ هذه 5 سنوات اللي كيتقلد الرئاسة ديال الحزب، وهو أعطى واحد الدم جديد لهذا الحزب. المداخلات ركزت على المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها جهة درعا تافيلالت، مؤكدة على أن الإقلاع الحقيقي للجهة يتطلب تضافر الجهود والتواصل مع المواطنين والمواطنات وتأطيرهم والاستماع لاقتراحاتهم. كان واحد اللقاء جد مهم اللي كيجي من بعد المؤتمر يعني الوطني واللي مر فيه الحزب المسار التنمية، لقاء لأجل التواصل مع المناضلين ديال الحزب ومع المنتخبين على الصعيد ديال الجماعات والمجلس الإقليمية والجهة وكذلك البرلمانيين. وكان هناك نقاش جد مهم حول العمل ديال الحكومة وحول المواضيع ديال التنمية ديال الجهة. مؤتمر الحزب بجهة درعا تافيلالت مناسبة للتواصل مع مناضلي الحزب على المستوى الجهوي، ومحطة تنظيمية لانتخاب أعضاء المجلس الجهوي، ولبنة هامة في مسار تقوية الحزب. جدول أعمال لهذا المؤتمر تضمن أيضا مناقشة المؤتمرين لبرنامج الحزب الجهوي ومخطط العمل بالجهة وانتخاب أعضاء المجلس الجهوي لدرعا تافيلالت. وبمكناس لقاء تواصلي لحزب العمل تحضيرا لمؤتمره الوطني 7. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. بحضور منسقين جهويين وأطر من أقاليم الجهة، يأتي هذا اللقاء التواصلي لحزب العمل بمكناس كمحطة للتواصل بين مكونات الحزب للوقوف على جملة الإجراءات المزمع إعدادها وبلورتها، إجراءات تنظيمية هيكلية في أفق عقد المؤتمر الوطني 7 المقبل. يندرج هذا اللقاء التواصلي بمدينة مكناس في إطار الإعداد إلى عقد المؤتمر الوطني 7 للحزب في الأسابيع القليلة المقبلة تحت شعار جميعا من أجل مغرب قوي وموحد، ونراهن على هذا المؤتمر أن يشكل محطة أساسية ونوعية لتقوية حضوره وتصوراته ليساهم في رفع التحديات التي تعرفها بلادنا. وكذلك هذا المؤتمر اللي كان جد مهم لنا كنساء، لانه حث في الامين العام والاعضاء كاملين على دور المراه في المجتمع وكذلك في السياسه بصفه عامه. وكذلك ما نساوش ان حزب العمل كيراهن على ان تكون عنده المناصفه ما بين الرجل والمراه كالكسوا كانوا كمناضلات او في المكتب السياسي.
كلمات التنسيقيات الجهوية وباقي التدخلات أكدت انخراط المناضلين في مسار الحزب عبر تعبئة مكونات الأقاليم لجعل المؤتمر الوطني السابع محطة سياسية محورية ترتقي بأداء الحزب إلى مسار متجدد قوامه قواعد متشبعة بروح ومبادئ الحزب وفلسفته الإصلاحية. وجينا كنحاولوا ما أمكن نتواصلوا مع المناضلين ديالنا ونحضروهم لهذا الاستحقاق هذا إن شاء الله، وفي نفس الوقت كنوزعوا مجموعة من الأوراق اللي كتحضر على صعيد الجهات والأقاليم في المملكة. الإعداد لهذه المحطة يتطلب مزيدا من التواصل والتنسيق بين مكونات الحزب، وذلك للخروج بتوصيات وبأوراق عمل متوازنة تشكل أرضية مستقبلية للمؤتمر الوطني، مؤتمر يراهن عليه حزب العمل من أجل المساهمة الفعالة في العمل السياسي والعمل التنموي ببلادنا. ونتحول صوب مدينة مراكش التي اختتم بها البرنامج الرقمي للابتكار الذي نظمته الخطوط الملكية المغربية، برنامج هدفه التعاقد مع باحثين وطلبة يمثلون الشركات الناشئة في مجال استراتيجيات الابتكار. سمي بالعياشي والمعتصم بالله البوساوي. طلاب وباحثون وممثلو شركات ناشئة مغاربة وأجانب هم بصدد الإجابة على 9 تحديات تقع ضمن المحاور الهيكلية الثلاث لاستراتيجية الابتكار لمشاريعهم. اليوم هو اختتام مشروع بدأنا العمل به منذ شهر، هو مشروع الذكاء الجماعي، ونحن عملنا على إيجاد أفكار مبتكرة، واليوم سنقوم بوضع لائحة نهائية تضم 18 مشروعا سيطرح على أرض الواقع مجموعة من المبادرات. Open Innovation برنامج جد مهم واستثنائي لهذا العام. أنا سعيد للمشاركة في هذا البرنامج هنا بالمغرب مع الخطوط الملكية المغربية. الهدف من هذا البرنامج تطوير المنتجات والخبرة والخدمات المبتكرة للعملاء الداخليين والخارجيين للخطوط الملكية المغربية، وتعزيز ثقافة التغيير داخل الشركة من خلال نهج يشجع الابتكار الكفيل بتسريع التحول الرقمي لها. أنا جد مسرورة بهذا البرنامج الذي يعد رافعا للابتكار والذي يتزامن واستئناف النشاط الجوي، برنامج بصيغة دولية، وسعيدة أيضا بالمشاركة في هذا الحدث بمختلف مساراته سان فرانسيسكو سنغافورة وجنيف في إطار الانتقاء والترويج للبرنامج. في ختام هذه التظاهرة ستختار لجنة التحكيم 6 فرق من بين 18 سبق أن طرحت مشاريعها، ستعقبهم مراحل النشر التشغيلي والتعريف بنماذج الأعمال ثم التعاقد. وبقصر البديع التاريخي بمدينة مراكش الدورة 51 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية تنطلق بأمسية احتفت بتنوع التراث الثقافي اللامادي المغربي، سفر حقيقي عبر السحر وفرادة وأصالة فنوننا الشعبية وصلة وصل مع الثقافة والتقاليد الضاربة في عمق التاريخ. سمي بالعياشي والمعتصم بالله البوساوي. حائط قصر البديع الأثري الشهير لا زال صامداً وفياً لمهمة أوكلت له منذ أمد بعيد، وطائر اللقلاق لا زال حارساً ومساهماً في رسم معالم ملحمة الفنون الشعبية. اليوم الحمد لله أدوز الناس هذه الدورة غادي تعطيهم واحد الشهرة كبيرة جداً. احنا اليوم في الفرح، وهاد رسالات الرحم اللي هي كانت اليوم الحمد لله مع جميع القبائل من طنجة حتى القويرة. غياب اضطراري تسبب في توقف المهرجان بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، غياب تسبب مع ذلك في ضخ دماء جديدة في دورته الحالية،
فرسان الفنون الشعبية قدموا عروضا بنفس متجدد، ولسان حالهم يقول أن فنون المغرب الشعبية المتنوعة باقية أزلية. المغرب الحمد لله فيها واحد العدد ديال الرموز، واحد العدد ديال الطقوس على اختلاف الانواع اللي ما كاينه حتى في شي دوله في العالم. ولهذا عاود حنا في واحد النهار هذا فاش غادي نجددوا صله الرحيم مع جميع المحبين والاخوان وجميع الرؤساء الفرق الفنون الشعبيه المغربيه، وكنحييو الجمهور ديال مراكش اللي كنلقاو حتى هو متحمس بهذه التراث الفنون الشعبيه المغربيه الاصيله. رقصة أحواش تحت قيادة مايسترو متمرس يقود حركاتها الإبداعية لرسم لوحة فنية مبهرة. العيطة الحوزية ورقصة الرقادة وما تجسدانه من ملاحم بطولية، والكل غيظ من فيض ما تعاقب على منصة المهرجان من فرقة فولكلورية خلال حفل الافتتاح. المغرب الحمد لله غني بالثقافات وغني بالتراث، والحمد لله لنا الشرف أن المغرب هو البلد الوحيد اللي كيمتاز بهذا التنوع وهذا الاكتظاظ ديال الموروث الثقافي وديال الفولكلور. والحمد لله اليوم في قصر البديع احنا فرحانين أن جينا نمثلوا فن القدرة اللي هو فن من التراث الحساني العريق واللي لا يتجزأ من التراث المغربي. 5 أيام من الفرجة الفنية الأصيلة سيجدد بها المهرجان عهده مع عشاقه مغاربة وأجانب، مناسبة ستخيم طيلتها أجواء الأهازيج الفولكلورية الآتية من أقاصي المملكة على أجواء مدينة البهجة. ولتسليط الضوء أكثر على الدورة 51 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية ينضم إلينا مباشرة من مراكش رئيس المهرجان السيد محمد الكنيدري. أستاذ مساء الخير، إذن المهرجان الوطني للفنون الشعبية يعود من جديد بعد توقف اضطراري أملته تداعيات كوفيد-19، كيف كانت عودة هذا المهرجان في دورته 51؟ أستاذ الكنيدري هل تسمعوني؟ على ما يبدو يتعذر ربط الاتصال المباشر بضيفنا الكريم من مدينة مراكش. واحتفاء بعطاءته المتميزة في مجال الثقافة والفنون ومساندته لكل أشكال الإبداع، نظمت جمعية فنون وثقافات بالدار البيضاء أمسية تكريمية لشخصية بوشعيب فقار، سعيد الإدريسي، محمد شكير ونوال مهدوب. هو ابن الحي المحمدي، تشبعت رئتاه بهواء درب الإبداع، رجل الفكر والإدارة، تدرج عبر أسلاك الإدارة الترابية. السيد بوشعيب فقار رجل المعرفة والتوافقات، يحظى باحترام الجميع. بدأ مسيرته المهنية كأستاذ وتقلد مناصب ومسؤوليات عدة، ذاكرة يستعصي على الزمان صبر أغوارها. سنة 10 و2000 شكلت منعرجا آخر في حياة الرجل، حيث تقلد منصب محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثاني، وهو اليوم يكرم ضمن ثلة من أصدقائه ومعارفه. كلمات مثل الشكر والتقدير كلمات حروفها لا تسع ما يضطرب في النفس من انبهار بهذا الموقف وهذه الالتفاتة الطيبة من طرف أشخاص من مختلف أطياف المجتمع. أعزهم، كل ما فعلت مع الناس هو أنني أحببتهم وأنني أصغيت لهم وأنني كنت بينهم فقط. وسط انشغالاته المهنية اليومية كرجل سلطة ومسؤولياته الإدارية، ظل بوشعيب فقار الأديب والمفكر والكاتب حاضرا بقوة، لم يبتعد عن مجالات الفن والثقافة بل صاحب القلم وأنتج مقالات وقصائد شعرية.
استطاع بالفعل أن يدمج بنجاح كبير الشخصية المثقف مع شخصية رجل السلطة، فكان خادم للثقافة في مجال السلطة، وهو أيضا مبدع له كتابات. تكرين الرجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والحاج بشعي فقار ولد حي المحمدي، وفخورون بتواجدنا هنا لنكرم هذا الرجل لأنه يستحق منا كل التقدير والاحترام. اليوم الجمعية فخورة ومعتزة بهذا اللقاء مع حضور ولا سيما من الحي المحمدي، لان ما يمكنش نتكلموا على الحاج فقار ما نتكلموش على الحي المحمدي. اليوم نحن فخورون ومعتزون بهذا اللقاء بهذه الالتفات النبيله لاحد اهرامات، احد رجالات، احد رواد القلم، مدعمي عديد من الجمعيات. يلقب بأديب رجال السلطة بوشعيب فقار نموذج يقتدى به داخل العمل الجمعوي. وبقاعة بحنيني بالرباط حفل فني تحت عنوان كيمياء قدمته خلاله فرقة أصوات الكورال باقة من الأغاني التراثية المغربية في حلة عصرية. زينة إتلامين وحمزة السيح. تتمايل أوتار الكمانجات بغنج وينبعث عزف البيانو شجيا ونقرات القراقب هامسة وصوت جماعي، فإنك في حضرة كورال وأوركسترا. مزج لحسنيين من أجل لمسة جمال على محيى الثورات المغربي. نمط غنائي يمزج بين الكورال والأوركسترا، وأخيرا استطعنا بعد عامين من الانقطاع بسبب كورونا أن نمتع الجمهور. قطع غنائية مغربية لطالما أمتعتنا، تعزف اليوم بتوزيع عصري. يسبو لأن تعبر النوتات الحدود فتطرب لها أقوام أخرى. كما لاحظتوا الجمهور اليوم استمتع بزاف لانه كيشوف شي حاجه جديده ما كدارش ديما في المغرب، اللي هي انه يسمع القطع المغربيه بواحد التوزيع اوركسترالي كبير. هذا هو الهدف ديالنا، اننا نحاولوا نشروا هذه الموسيقى المغربيه للعالميه بطريقه عن طريق التوزيعات. كاين بزاف ديال الموزعين اللي كيشتغلوا معنا واللي هما اعضاء حتى هما في الفرقه، كنحاولوا ما امكن اننا نبينوا الاغنيه المغربيه والتراث المغربي في حله بوليفونيه، يعني الغناء اللي هو متعدد الاصوات. كورال وأوركسترا وجمهور ذواق، هي كيمياء لسهرة أتقنت فن المزج بوصفة سحرية. الموسيقى لغة الروح، لغة العالم، يعني جميع العالم كامل كيتحدثوا لغة واحدة هي اللغة الموسيقية أو النوتات الموسيقية. ما لقينا الصعوبة علاش؟ لأننا كنحبوا التراث المغربي. متعة تنساب فقرات سهرة جمعت كل الفنون بنمط عصري متجدد في ليلة صيفية من ليالي الرباط الساحرة.
وبالعودة لفعالية الدورة 51 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، ينضم إلينا مباشرة من مراكش رئيس المهرجان السيد محمد الكندري. سيد الكندري مساء الخير. إذن المهرجان الوطني للفنون الشعبية يعود من جديد بعد توقف اضطراري أملته تداعيات كوفيد-19، كيف كانت عودة هذا المهرجان في دورته 51؟ الدورة 51 كنعتبروها احنا دورة استثنائية، لأن أولا كيف قلتوا جات من بعد الجائحة، وثانيا غادي يشارك فيها واحد العدد كبير ديال الفنانين اللي جاوا من المغرب كلهم، من جميع المناطق المغربية، منها تقريبا 700 أكثر من 700 ديال الفنانين اللي جاوا من جميع المناطق، واللي هما مجموعين في ما يزيد على 53 فرقة، منهم 34 ديال الفرق اللي كتكون في قصر البديع، يعني العرض الرئيسي، ثم 20 فرقة كتنشط المدينة والساحات ديالها، وكذلك المسرح الملكي. فإذا هاد العدد اللي هو مهم، وهذا كيمكننا نقولوا هاد الدورة هي كتعتبر دورة مهمة جدا نظرا لعدد ديال المشاركين فيها. نعم. إذن أستاذ، كيف ستساهم هذه الدورة في إحياء الفنون الشعبية المغربية والترويج للسياحة الوطنية؟ هذا يمكن نقوله بأنه بالنسبة لهذا الدورة هذه كتعرفوا بأنه الناس كانوا متعطشين لها بواحد الشكل كبير، وهي دابا الان هي انطلاقه يمكن نقولوا ديال الموسم الفني الثقافي بالنسبه لمدينه مراكش وكذلك بالنسبه للمغرب، لانه كانوا الناس يعني كينتظروا هاد الدوره هذه، لانه سنتين ما عملوش، فهما جاوا وكيعملوا في هاد كيمارسوا في هاد الدوره هذه بواحد النوع ديال النشاط كبير جدا. إذن أستاذ محمد الكندري رئيس المهرجان الوطني للفنون الشعبية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، تذكير بأبرز ما جاء فيها. استمرار المؤشرات المرتبطة بكوفيد-19 في الارتفاع على مستوى الحالات المسجلة والحالات الخطيرة، وضع يؤشر على أهمية التقيد بالتدابير الاحترازية واستكمال جرعات اللقاح. مع اقتراب عيد الأضحى، مختلف المعابر الحدودية تستقبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، العديد من التدابير تتخذ على مستوى المطارات والموانئ لاستقبال أفضل لمغاربة العالم. اختتام منافسات جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية، واللقب كان من نصيب سربت باشر ماهر من جهة الدار المرة الثانية على التوالي. مراكش تعانق من جديد مهرجانها الوطني للفنون الشعبية، فرق فولكلورية وأهازيج شعبية تضرب موعدا لها بالمدينة الحمراء في سفر فني وتراثي يربط الماضي بالحاضر. إلى اللقاء.